شكرا. يسر المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في ديربون أن يقدم التهنئة للزميلة والصديقة الشاعرة إباء إسماعيل لمناسبة تكريمها في إطار ملتقى المبدعات العربيات الذي تستضيفه القاهرة بدعوة من المجلس الأعلى للثقافة وبرعاية رئيس الوزراء المصري وبالتعاون مع ديوان أهل القلم في لبنان. الملتقى الذي ينعقد من 4 يعني اليوم من 4 إلى 6 كانون الأول الجاري يكرم أكثر من 20 سيدة من المبدعات من 15 دولة عربية. الخطيب التالي: تفتحت مداركها على سحر الكلمات، تفتحت مداركها على سحر الكلمات، تمتاز برقة حضورها الذي يضفي جوا من الألق والحبور. أقدم إليكم أمينة السر للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون السيدة حنان شرارة لتلقي نماذج من شعر كل من الخنساء رابعة العدوية وولادة بنت المستكفي، فلتتفضل. مساء الخير. شكرا للأستاذ كامل على هذه الكلمات الرقيقة. سنبقى في أجواء الشعر العربي من الجاهلية حتى الأندلس وإضاءة على بعض الشاعرات العربيات في تلك المرحلة. سنبدأ بالشاعرة الخنساء، هي واحدة من أعظم الشاعرات في عصر الجاهلية والإسلام، وقد تفوقت على العديد من الشاعرات والشعراء. فقدت أولادها الأربعة في معركة القادسية، وهي التي شجعتهم على القتال، وكانت ردت فعلها الصبر واحتسابهم على الله. أشهر قصائدها تلك التي رثت فيها أخاها صخر، فقالت: يؤرقني يؤرقني التذكر حين أمسي، فأصبح قد بليت بفرط نكسي. على صخر على صخر، وأي فتى كصخري، ليوم كريهة وطعاني خلصي. فلم أرى مثله زرأ لجن، ولم أرى مثله زرأ لأنسي. أشد على صروف الدهر أيضا، أشد على صروف الدهر أيضا، وأفصل في الخطوب بغير لبسي. وضيق طارق أو مستجير يروع قلبه من كل جرسي. فأكرمه وآمنه فأمسى خليا باله من كل بؤسي. يذكرني طلوع الشمس صخرا،
وأذكره لكل غروب شمسي. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولكن لا أزال أرى عجولا وباكية تنوح ليوم نحسي. أراها والها تبكي أخاها عشية زرئه أو غب أمسي. وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي. فقد ودعت يوم فراق صخر أبي حسان لذاتي وأنسي. فيا لهفي عليه ولهف أمي. أيصبح في الضريح وفيه يمسي؟ أيصبح في الضريح وفيه يمسي. الشاعرة رابعة العدوية كانت تكنى بأم الخير، وهي إحدى الشخصيات المشهورة في عالم التصوف الإسلامي، وتعتبر مؤسسة لأحد مذاهب التصوف الإسلامي، وهو مذهب الحب الخالص الذي لا تقيده رغبة سوى حب الله. أشهر قصائدها أحبك حبين. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن عداك. وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبيني، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. أما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. وأشتاق شوقين شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فمصر الدموع لطول نواك. وما اشتياقي لقرب الحمى فنار حياة خبت في ضياك. ولست على الشجو أشكو الهوى، رضيت بما شئت لي في هداك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. بعد
بعرف إنه الكل ناطرين يمكن تحبوا الغزل أكتر. فالشاعرة ولادة بنت المستكفي كتبت شعر عن الغزل والحب. هي أميرة أندلسية وشاعرة عربية من بيت الخلافة الأموية في الأندلس، ابنة الخليفة المستكفي بالله. اشتهرت بالفصاحة والشعر والأدب، وكان لها مجلس مشهور في قرطبة. ألا هل لنا بعد هذا التفرق سبيل فيشكو كل صب بما لقي؟ وقد كنت أوقات التزاور في الشتى، أبيت على جمر من الشوق محرقي. فكيف وقد أمسيت في حال قطعه؟ لقد عجل المقدور ما كنت أتقي. تمر الليالي لا أرى البين ينقضي، ولا الصبر من رق الشوق معطكي. سقى الله أرضا قد غدت لك منزلا، بكل سكوب هاطل الوبل مغدق.